تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين، وذلك في إطار خطة تطوير الجوامع والمساجد. افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد النامليتي بمنطقة الرفاع الشمالي. وقد بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لسعادة رئيس الأوقاف السنية أكد فيها أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شهد مسيرة زاخرة بتشييد الجوامع والمساجد بمملكة البحرين، مثمنا الدعم الدائم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمشاريع التشييد والبناء لدور العبادة والمتابعة الحثيثة لمراحل العمل فيها وضمان استمرار تطوير الجوامع والمساجد في جميع المحافظات. وقال سعادته إن هذا المشروع جاء بحمد الله وتوفيقه، ما يجسد ما يليه سموه من اهتمام وعناية لدور المسجد انطلاقا من مكانته الدينية الرفيعة ورسالته السامية في المجتمع، ومدى الحرص الراسخ على إعمار بيوت الله وتهيئتها للمصلين، وبما يتماشى مع التوسع والتطور العمراني بمملكة البحرين، إلى جانب الاهتمام بالطابع التراثي والتاريخي في تصميم المساجد. وتقدم سعادة رئيس الأوقاف السنية بالشكر الجزيل لعائلة النامليتي على مساهمتهم في بناء المسجد، مباركا للمواطنين في منطقة الرفاع الشمالي افتتاح هذا المسجد. تشرفنا بافتتاح مسجد النامليتي، وهو مسجد يقع في منطقة الرفاع الشمالي ويأتي ضمن حزمة من التوجيهات التي وجه بها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وهناك أيضا عدد من المساجد في هذه الأيام نفتتحها بناء على هذا التوجيه الطيب المبارك. أتوجه بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة لاهتمامها الدائم والمتواصل ببيوت الله، ثم شكري وتقديري لجميع المحسنين من عائلة النمليتي وغيرهم ممن وضعوا أيديهم في هذا العمل المبارك بناء المساجد وصيانتها وتطويرها وتعميرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم وأن يثقل بها صحائف أعمالهم يوم القيامة. إحنا اليوم أمام تحفة معمارية في منطقة الرفاع الشمالي، وراح يخدم هذا المشروع أهالي منطقة الرفاع الشمالي وعلى وجه التحديد أهالي مجمع 934. وتم تصميم المشروع على طراز البحرين الإسلامي، ويتكون المشروع من مصلى فروض يومية بالإضافة إلى الخدمات والمرافق، ويتميز بمنارته البحرينية الأصيلة. وتم بناء المشروع على مساحة تبلغ حوالي 562 متر مربع.